أيضا من الأحكام صلاة أو إمامة الصبي. لما كان كثير من الناس يصلون في بيوتهم، عرضت هذه المسألة، يكون أهل البيت معهم صبي عمره مثلا 10 سنين ويريدون أن يؤم أهل البيت، فهل تصح إمامة الصبي؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والمشهور مذهب الحنابلة أنها لا تصح، والقول الثاني أنها تصح، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو القول الراجح. ويدل لذلك قصة عمرو بن سلمة رضي الله عنه لما أتى مع قومه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يؤمكم أكثركم قرآنا. فلما رجعوا أرادوا تطبيق توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدوا أن أكثرهم قرآنا عمرو بن سلمة، فقدموه فصلى بهم وعمره 7 أو 8 سنين، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل هذا على صحة إمامة الصبي. ثم إن قاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته إلا في حالات خاصة، ومن هذه الحالات الخاصة صلاة إمامة المرأة. المرأة تصح صلاتها لكن لا تصح إمامتها للرجال، وتصح إمامتها للنساء. فالمرأة لا تصح إمامتها للرجال ولو كانوا محارم لها، وهذا هو قول عامة أهل العلم، إلا في رواية عند الحنابلة أنها تصح في صلاة التراويح خاصة إذا كانت هي الأقرأ، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن إمامة المرأة للرجال أنها لا تصح، وهذا هو القول الراجح، لأن المرأة ليست من أهل الجمعة والجماعة، فالأصل في المرأة أنها تصلي وحدها، إذا أراد أن تصلي مع الجماعة، إن كانت مع جماعة نساء فلا بأس أن تأمهم، أما أن تأتي وتأم الرجال فهذا ليس من شأن المرأة، ولذلك لا تصح إمامة المرأة للرجال. هذه الأحكام متعلقة بالصلاة لما كانت المساجد مغلقة،